يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ اهلا وسهلا عزيزي القرصان، اهلا وسهلا عزيزي الادميرال، اهلا وسهلا عزيزي الثائر، اهلا وسهلا عزيزي البرمائي. احنا اليوم شوفنا ايش يا جماعه؟ ليلي نفرتاري طلعت نفرتاري دي ليلي. طب ولا اقول لك خليها 500 احا مره واحده، ما عاد ينفع نقعد نعدي. الفصل 1085 وصل يا جماعه، ويا له من فصل. تبغى صداع؟ اتفضل. تبغى لحسه مخ؟ اتفضل. تبغى اسئله جديده؟ اتفضل. ايش تبغى بس؟ امر تدل اللي تبغاه. اودا كذا حط لك طاوله بسطه صغيره وقال لك تفضل. تبغى صداع؟ تبغى متعه؟ تبغى اسئله؟ تبغى اجابات؟ اجابات شويه طبعا بس اسئله كثير. ايش تبغى؟ تفضل. فصل 1085 طرحها قدامك. انا قلت لكم زمان يا جماعه، ما كنت متصور ان اودا يقدم شخصيه جديده وتكون ذات اهميه كبيره في وقت قريب. اوكي، صاحب الجرح الناري تقدم لنا بس للحين ما نعرف سالفته، او سمعنا كلام عنه بس ما نعرف سالفته، بس شخصيه مفصليه واجه وهرية وراح تلعب دور مهم جدا في قصة ون بيس. ما كنت متوقع أشوف شيء قريب جدا، لأنه في شخصيات كثيرة مهمة في عالم ون بيس أوريدي نعرفها، بس تطلع شخصية جديدة ومهمة غير الجوي بوي، غير إيمو ساما، غير وغير وغير. ما كنت متوقع أبدا. يعني تخيلوا بالله، الفصل الماضي أودا قدم لنا شخصية اسمها ليلي، قال لك الملكة ليلي حقت أرباستا من نفرتاري. والفصل هذا نتفاجأ إن شخصية ليلي اللي كانت موجودة قبل 800 سنة هي أحد أهم أعمدة قصة ون بيس. يا ساتر. عموما يا جماعة خلونا ما نطول في المقدمة ونخش على أحداث الفصل مباشرة ونحاول نحللها، يعني لأنه عندي هرج وهبد كثير صراحة. فاسمح لي أذكرك يا عزيزي الوجيه تشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، ولو أعجبك الفيديو وحاب تدعم سلسلة نظريات أو مراجعات وانطباعات فصول ون بيس حط لايك للفيديو، لأنه أكثر شيء ممكن تدعم فيها القناة. وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الأشياء اللي ممكن تتابعني فيها راح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا اطلع لي على ظهري سفينتك وافتح أشرعتك، وهي يا بنا نتكلم ونهبد ونخبز في الفصل 1085 واللي كان بعنوان موت الملك نفرتاري كوبرا، أو خلينا نقول موت الملك نفرتاري دي كوبرا. تايم. طيب يا جماعة، صراحة أنا مغرم جدا بالتسلسل الرهيب اللي قاعد يقدمه لنا أودا. أوكي، بعضكم ممكن مرة زعلان إنه أخي وين لوفي؟ من زمان ما شفنا لوفي والطاقم، وأنا ترى والله زيكم أبغى أشوف لوفي والطاقم، اشتقنا لهم. غير إننا نبغى نعرف وش صار على لاو، ونبغى نعرف وش صار مع قارب، ونبغى نعرف وش ناوي عليه تيتش، وش قصة أم السفينة اللي متوجهة للإجهد، وش بيصير مع المئة سفينة من البحرية اللي متجهة للإجهد وكيزارو وساترن أو زحل زي ما يقولوا لأحد الجيروسي، وش سالفة أم الجرح الناري؟ أسئلة كثيرة أنا عارف نبغى لها إجابة، بس أودا صراحة أطربني بالتسلسل الجميل هذا اللي قاعد يقدمه في آخر كم فصل. أعطانا حدث الريفري بشكل مرة جميل، وغير كذا تخيل إنه كل الأحداث هذه تبع الريفري صارت زمان أصلاً قبل وانو، وأودا أعطانا كذا تلميح عليها ودخلنا على وانو. والآن وبعد كل السنوات والفصول الطويلة هذيك بدأ يسرد لنا الريفري بشكل متسلسل وجميل جداً. وللأمانة كل الفصول الماضية فيها قدر عالي جداً من المعلومات، فيها معلومات كثيرة وإجابات وأسئلة كثيرة في نفس الوقت وكلام جوته كلام. عموما يا جماعة، مثل ما توقعت كوبرا وصدمته في آخر الفصل ما كانت بس بسبب إيمو سما، بسبب إنه شاف إيمو سما، لا، ولكن بسبب إنه الملك كوبرا شاف العرش الفارغ مش فارغ، وهذه بحد ذاتها مصيبة كبيرة يا جماعة واكتشاف خطير جدا. احنا ممكن ما راح نستوعبه من وراء الشاشة، بس الشخصيات داخل عالم ون بيس راح تتفاجأ بهذا الخبر بشكل مرعب. غير كذا يا جماعة، احنا شفنا إيمو سما تتكلم، اوكي، في آخر الفصل شفناها قالت ليلي وانتهى الفصل، بس اليوم شفناها تتكلم او يتكلم. ولاحظوا ان اودا للحين ما وضح لنا هل هي ذكر ولا انثى، او هل هي بشر ولا مش بشر اصلا، لانه في ناس الى الان يقولون انها ممكن تكون من عرق نادر، او ممكن تكون مخلوق ما نعرف ايش هو. يعني فوق انه اودا قدم لنا ليلي وقدم لنا ايمو، كمان طرح لك 20,000 سؤال جديد. ليش لا؟ اكبر سؤال في فصل اليوم، ايش هي قوه ايمو سما الغريبه واللي ما نقدر نعرف منها شيء واضح؟ كل شيء اسود فاسود في فصل اليوم، سواء باللون او بقيمة الحدث والسوداوية اللي فيه. ولكن يا جماعة العجيب ان كوبرا قال كلمة مثيرة للاهتمام جدا. الملك كوبرا يا جماعة قال ايمو اسم مش غريب علي، الاسم مو جديد، قد مر علي. ولكن قاطعته او قاطعه ايمو سما مباشرة وقالت له هي حبيبي انت هنا مش علشان تاخذ اجابات، انطم اسكت، احنا نسأل انت تجاوب بس، ولا تحاول تسأل لانك ما راح تاخذ اي اجابات، اوكي؟ والكلام هذا احس انه اودا جالس يخاطبنا فيه احنا ترى. هي يا متابعين اشغلت امي، تبغون اجابات بعطيكم اجابات بس اصبروا، كل شيء بيجي في وقته. احنا ايش ورانا غير
الانتظار. ولكن يا جماعة اللي نفهمه من كلام الملك كوبرا إن اسم إيمو ساما يعود لاسم أحد الملوك القدماء اللي أسسوا حكومة العالم اللي كان عددهم 20 ملك أسسوا حكومة العالم، أحدهم كانت إيمو ساما وكانت ليلي. وبكذا يا جماعة نظرية إنه إيمو ساما هي ليلي انسوها تماما، النظرية هذه تم إجهاضها في فصل اليوم للأبد، وهالشيء كان متوقع صراحة. أودا ما راح يقدم شخصية ليلي في سياق واضح جدا ويترك لنا فرصة إننا نتوقع إنها ممكن تكون هي إيمو ساما. أودا ما يحب يخلينا نشوف كل شيء واضح كذا، لازم يخلينا نخبط وندبج في بعض وبعدين يصدمنا بمعلومة مختلفة. طيب يا جماعة اللي نعرفه عن الدي إلى الآن هو إنهم أعداء الآلهة، الكلام هذا عرفناه زمان وتكرر في فصل اليوم. الدي يمثلون أعداء الآلهة، وممكن يكون الآلهة هم التنانين السماوية، أو ممكن تكون الآلهة في نظر حكومة العالم هي إيمو ساما. الدي أعداء إيمو ساما أو الآلهة أو آلهة العالم. واليوم إيمو ساما أثبتت لنا هذا الكلام بصريح العبارة وقالت الدي هم أسماء أعدائنا في الماضي، أي شخص يحمل حرف الدي وسط اسمه هو ينتمي لعائلة الدي القديمة جدا اللي كانت تعتبر العدو واللدود لحكومة العالم ولإيمو ساما. ولو ممكن نربط الدي يعني بحاجة، فممكن نربط الدي بالدولة المزدهرة اللي كانت متقدمة جدا من ناحية التكنولوجيا والتطور والحضارة. ومثل ما احنا فاكرين في حدث أوهارا تم ذكر معلومة انه المملكة المزدهرة دخلت في حرب مع حكومة العالم وخسرت الدولة المزدهرة وانتصرت حكومة العالم وتأسست وقتها. وهذا هو الواضح تقريبا، الدي هم سكان أو السكان الأصليين للمملكة المزدهرة اللي اختفت من الوجود قبل 800 سنة أو قبل 900 سنة، وبعد الحرب وبعد ما خسروا في الحرب هذيك انتشروا في الأرض وتفرقوا. وربما المملكة المزدهرة هي اللي كانت تعطي لسكانها هذا الاسم. علشان أوضح لكم الفكرة بشكل أسهل، أهل مصر يقال عنهم مصريين، أهل السعودية يقال عنهم سعوديين، أهل أمريكا يقال عنهم أمريكيين. فأي مواطن كان يعيش في المملكة المزدهرة كان يحمل حرف الدي داخل اسمه، والدي هو جزء لا يتجزأ من اسم المملكة المزدهرة لا محالة. يعني لو بعد فترة عرفنا اسم المملكة المزدهرة راح يكون اسمها يبدأ بحرف الدي لا محالة، أو على الأقل الدي بيكون جزء لا يتجزأ من اسمه. ولكن يا جماعة كلنا نعرف أثر التاريخ على المعلومات، التاريخ إذا لم يتم توثيقه وتثبيته بشكل جيد وفي مكان محفوظ راح يتغير ويكون قابل للتلاعب فيه بسهولة. وإحنا ما نتكلم عن 50 ولا 100 سنة، نتكلم عن 800 سنة، نتكلم عن كمية هائلة من المعلومات. فإيمو ساما الآن تقول الدي كانوا أعداءنا في الماضي، ولكن أي شخص يحمل اسم الدي حاليا فهو يجهل معنى وحقيقة اسمه. تبغى تنرفز إيمو ساما؟ قول حرف الدي عندها، قول لها أي دي تموت على طول. عموما أي شخص يعرف شيء عن الدي أو يكون من الدي فهو تحت المجهر وفي أي لحظة راح يموت، وأي شخص يعرف معلومات عن الدي راح يتم محوه مباشرة مثل ما صار مع شعب أوهارا ومثل ما صار برضه مع الملك كوبرا. عموما يا جماعة عرفنا برضو اليوم إن ليلي ارتكبت خطأ قبل 800 سنة، هو خطأ من وجهة نظر إيمو ساما لأنه هذا الشيء أكيد ما هو في صالح حكومة العالم فراح تقول عنه خطأ، ولكن اللي عملته ليلي من وجهة نظر ليلي فهو الشيء الصحيح واللي كان لازم يتعمل، ما كان خطأ أبدا من وجهة نظر ليلي بقدر ما إنه كان محاولة منها للحفاظ على التاريخ ومحاولة منها لإرسال هذه الرسالة المهمة عبر التاريخ وإلى الأجيال القادمة والحالية. عموما اللي نعرفه الآن إنه ليلي عارضت إيمو ساما وحكومة العالم وأرسلت رسالتها إلى مملكة نفرتاري، وكمان كان لها يد في نشر وتوزيع أحجار البونجليف حول العالم. أنت مستوعب قد إيش شخصية ليلي مرة مهمة؟ أنت مستوعب قد إيش شخصية الملكة ليلي من أهم شخصيات ون بيس الآن وظهرت بس في فصلين؟ ومش بس كده، ويطلع اسمها كمان نفرتاري دي ليلي. خاف الله يا أودا، خاف الله، إيش الدي إيش الدي. الآن عندنا تقريبا مجموعة شخصيات مهمة من ضمن الشخصيات المهمة داخل عالم ون بيس اللي ممكن نعرفها أو نعرفها كشخصيات مهمة. إيمو ساما، نفرتاري دي ليلي أو الملكة ليلي، والجوي بوي لا محالة، شخصية الجوي بوي القديمة ما نقصد لوفي، بالإضافة إلى شخصية رابعة وهي زوجة أودين أو توكي، لأني ما زلت مؤمن إن توكي أو زوجة أودين شخصية مهمة جدا من ضمن أهم الشخصيات في عالم ون بيس. واسمحوا لي أذكركم للمرة المليون، إحنا ما شفنا جثة زوجة أودين أبدا، قالوا عنها ماتت ولكن ما ندري هل ماتت
هل سافرت 100 سنة قدام؟ هل سافرت 30 40 سنة قدام؟ الله أعلم. كل اللي سمعناه إنها ماتت، ما شفنا أي جثة. وأعتقد والله أعلم يا جماعة إن زوجة أودين راح تظهر في المستقبل، إما القريب أو البعيد، لأنه لو فاكرين ومثل ما هو واضح جدا فيه نبوة جالسة تتحقق داخل عالم ون بيس، بدأت من 800 أو من 1000 سنة أو أيا كان، وجالسة تتحقق بشكل تدريجي. وتقريبا النبوة هذه توقفت في مرحلة ما وبدأت ترجع تستمر من جديد بعد ما وصل روجر إلى لافتيل. ولو فيه شخص جالس يشرف على عملية تحقق النبوة هذه، فراح تكون توكي زوجة أودين. وأعتقد والله أعلم إنها سافرت أكثر من مرة عبر الزمن، سافرت عبر الزمن بشكل متكرر خلال 800 سنة، والله أعلم كم سافرت مرة. وأرجع وأكرر، متأكد يا جماعة مليون في المية كذا، في إحساس داخلي يقول بإذن الله إنها راح تظهر مستقبلا وراح تشهد على تحقق هذه النبوة اللي أشرفت عليها وجالسة تسافر عبر الزمن علشانها. وعلى الأغلب يا جماعة إن توكي أو زوجة أودين مرتبطة بشكل مباشر بشخصية ليلي، وأعتقد كمان يا جماعة إن توكي وليلي كانوا جزء من عملية توزيع أحجار البونغليف حول العالم. كيف شلون أنا ما أعرف، ولكن هذا الكلام اللي عندي، ونشوف وننتظر بأنفسنا. إحنا مستعجلين على إيش؟ إهبد عزيزي الوجيه، كله إهبد في التعليقات، ما في مشكلة. الهبت أسلوب بحياة داخل عالم ون بيس. عموما يا جماعة، الملك كوبرا دخل على الجيروسي وبدأ يسأل الأسئلة هذيك، إيش سالفة الدي والعرش الفارغ والليلي ومن عارف إيش بلا بلا بلا، وكان يعتقد إنه ممكن يطلع بإجابات وممكن لا. إن طلعت بإجابات الخير وأهله، وإن ما طلعت بإجابات لفيت الكرسي المتحرك حقي وفلحت. ولكنه ما كان يتوقع إنه راح يموت أبدا. ولكن اسمحوا لي يا جماعة، أثني على شجاعة الملك كوبرا. تخيل إنه خلال 800 سنة من التاريخ ما فيه ولا أحد تجرأ من نسل الملكة ليلي إنه يروح عند الجيروسي ويطرح هذه الأسئلة. والحمد لله إن موته ما راح هباء منثورة أبدا، الحمد لله إنه سابه كان موجود وابل اللي فجأة كده صار منه فائدة. الحمد لله. أفتكر أول ظهور الوابل كنت أقول إيش الشخصية المعطوبة هذه، لا شكلا لا فاكهة لا مبادئا لا أخلاقا، شخصية تبن. وتخيلوا بعد كل الفصول هذه أودا يظهر وابل بفائدة كبيرة جدا لقصة عالم ون بيس، انا اعمل فيك يا شاودا. عموما يا جماعة، الملك كوبرا في حواراته كان حريص جدا، كان ينتقي كلماته انتقاء واضح جدا، ما قال انه ليلي من الدي اصلا، كان يقول ايش الدي، السيوف، العرش الفارغ، حكومة العالم، التأسيس، ما جاب طار الدي ابدا بشكل واضح. كان يسأل انه ما اعرف ايش الدي، ايش الدي. بعدين لما الجيروس يطلعوا اسلحتهم وشاف ايمو سما، عرف انه جاب ام العيد، عرف انه خلاص ما فيش خرجة. بعدين كذا قال لهم بطريقة بائسة، مسكين والله انه نحط في موقف مرة سيء، قال لهم طيب لو اكذب عليكم بتخلوني امشي؟ قالوا له يا مدير، شايف هذه اللي فوق اللي رايحة كمل المنديل الاسود، هذه من يوم شفت وجهها انت خلاص حكم عليك بالموت. والله يا ياسمين ودنا صراحة ودنا نخليك تخرج من الباب، بس لا انت ميت. لانه احنا يا جماعة ما نتكلم عن اي سر، اللي شافه الملك كوبرا شيء مصيبة ما حد يقدر يشوفها ويظل عايش ابدا. احنا نتكلم عن انتهاك لاحد اعظم المحرمات في العالم، احد اعظم المحرمات في التاريخ، العرش الفارغ اللي الناس اقسموا انه فارغ مش فارغ. 800 سنة والناس نايمة على اذانيها يحسبوا العرش فارغ، وفي واحدة كمل المنديل الاسود متكية فوقه. طب احا، حتى ايمو سما عرفت انه معاه مصيبه وقالت له هي انت مسوي مجنون، تسوق ام الهبل علينا ولا ايش؟ من اليوم تقول نفرتاري ليلي الملكه ليلي، قول الاسم، الاسم اللي عندك في الرساله قوله، ايش الاسم الحقيقي بسرعه اخلص تراك ميت. وبمجرد ما قال نفرتاري دي ليلي، ام انطلق عليه سهم اسود، حرفيا سهم اسود. ويبدو انه مش مجرد طلقه، بل اشبه بامتداد او ظل يصاب الشخص فيه ويرجع. ممكن السهم ذا لما يروح احد يسحبه كذا، ممكن ايمو سما، ممكن احد الجيروس، الله اعلم. ولاحظوا اني قلت انطلق عليه سهم اسود وما حددت من اللي اطلقه، لانه لو تلاحظوا في الفريم السهم انطلق من يسار الملك كوبرا، ما جاء سيده، والتف عليها السهم واخترقه من ظهره. حرفيا الملك كوبرا كان واقف قدام ايمو سما كذا، طالع في الفريم ايمو سما هنا، الملك كوبرا هنا سيدة. فمفروض لو في سهم بينطلق من ناحية إيمو سما بيكون مباشر كده سيدة، ليش يجي كده بلفة؟ فالسؤال الآن، هل السهم الأسود هذا انطلق بواسطة إيمو سما ولا بواسطة أحد الجيروسي، ولا إيمو سما أطلقته من خلال أحد الجيروسي، يعني تحكمت بواحد من الجيروسي وخلته هو اللي يطلق السهم، أو 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 أو, أو, أو ممكن يكون السهم أوريدي كده متكي، إيمو سما حطته كده مجهزته وضعية الاستعداد، وبمجرد ما نطق بحرف الدي
اطلقته عليه وانهت حياته، ما انهت حياته، اصابته اصابه بليغه وبعدين سرت عليه. عموما في احتمالين وارد الان، السهم هذا قد يكون جزء لا يتجزا من قوه ايمو سماء المجهوله الى الان، وهذا الاحتمال وارد وبقوه وبنسبه كبيره او بنسبه 99%، او ممكن يكون قوه احد الجيروسي واللي هو نسبه 1% فقط، لانه موضوع انه السهم جاب اتجاه اخر غير اتجاه ايمو سماء خلاني يعني اترك نسبه بسيطه انه السهم هذا ممكن اطلق واحد الجيروسي او سبب اخر غير ايمو سماء. والاحتمال هذا اعطيته 1% لانه برضه رجعت فكرت في الموضوع، الجيروسي كانوا مطلعين اسلحه معشقينها جاهزه، يعني ليش اللي بيخليهم يطلقوا اسهم فجاه؟ طيب يا جماعه ايش ممكن تكون قوه ايمو سما؟ موضوع الخلود وفاكهه الخلود احب اقول لكم كذا، خلونا نطبقه كذا، انفغصه ونرميه في الزباله. موضوع الخلود وفاكهه الخلود انتهى، فاكهه الخلود صارت شيء من الماضي واتوقع انه ما لها وجود في عالم ون بيس غالبا، ولكن فكره انه ايمو سما حصلت على الخلود بواسطه فاكهه لاو ما زالت فكره مرجحه ووارده جدا، وعلى الاغلب وبنسبه كبيره جدا انه ايمو سما اخذت الخلود بواسطه فاكهه لاو زمان واعطت الخلود بنفس الطريقه لكل اعضاء الجيروس اللي معاه، لانها مش فاضيه كل شويه تجيب 5 اشخاص جدد، خلاص 5 معايا من 800 سنه الله يهين. طب السؤال الحين، لا فعلا ايش ممكن تكون فاكهه ايمو سما؟ هل ممكن تكون فاكهه الظل؟ لا، فاكهه الظل حط عليها اكس انتهى، لانه موريا حرفيا فاكهته الظل، وكلنا عارفين انه اودا ما يكرر فاكهته، فاكهه النار موجوده مره واحده، فاكهه المطاط موجوده مره واحده، وفاكهه نيكا ايا كانت الفاكهه، الفواكه ما تتكرر، حتى لو تكررت يختلف التصنيف، هذا لو كانت في نطاق الزون طبعا. عموما خلونا ناخذ كذا فاكهه موريا على السريع، موريا يقدر يرسل ظله ويخليه يقاتل بالنيابه عنه، موريا يقدر يحول ظله الى خفافيش صغار ويخليهم يقاتلوا معاه، موريا يقدر يسرق ظل الشخص ويقصه ويروح يزرعه في جثة شخص آخر، موريا يقدر يدمج ظله مع ظل أي أحد ويتحكم فيه، موريا يقدر يسرق مجموعة ظلال كثيرة ويضيفها لنفسه بحيث يتغير حجمه ويصير أقوى. فإيش ممكن تكون فاكهة إيمو سما إذا كل الفصل اليوم قاعد يقول لنا أننا شايفين ظلال وأشياء سوداء، وإذا كل خواص الظل موجودة عند موريا؟ سؤال يراودني ويراودك أكيد يا عزيزي الوجيه. أنا أجريت بعض الأبحاث السريعة يا جماعة، ولاحظوا أني قلت سريعة، أبحاث سريعة جدا ما تعمقت فيها، ولقيت أنه فيه أسطورة يابانية قديمة جدا اسمها إينينرا، أو مخلوق ياباني أسطوري أو خرافي قديم اسمه الآلهة إينينرا، وأعتقد والله أعلم أنه إيمو سما ماكلة فاكهة زون أسطورية صنف إينينرا أو الآلهة إينينرا، زي حاكم الشمس أو آلهة الشمس. العجيب أنه إينينرا أو الآلهة أو الحاكم إينينرا يعتبر آلهة إيش؟ في الخرافة اليابانية والأسطورة اليابانية إينينرا هو آلهة الدخان والظلام. حلو حلو، بدأت تتربط الأمور بشكل كويس صح؟ وإيمو سما إلى الآن فيه بعض من الصفات هذه، الظلام، الدخان، الظلال، بلا بلا بلا. اصبروا بناخذها واحده واحده. يقول لك إينينرا او الالهه إينينرا هو مخلوق خرافي يجسد الهه الظلام والدخان، ويمتلك خواص متعدده في نفس الوقت، او يتكون من مجموعه عناصر، والخواص هذه تمكن من يا عزيزي القرصان، يا عزيزي الوجيه، انت لست مستعد، انت لست مستعد لما راح تسمعه بعد شويه، لانه لو فعلا اودا اقتبس الهه الدخان والظلام او إينينرا هذه وخلاها هي إيمو سما، فإيمو سما بتكون قويه جدا جدا والله أعلم كيف راح تصبح. آلهة الظلام والدخان أو إينينرا قادرة على التحكم بالظل، الظلام، الدخان، النار والهواء، 5 عناصر ممكن تتحكم فيها الآلهة إينينرا، مش فقط إنها آلهة الدخان والظلام. طب أح ولا أقول لك أحتين؟ أوكي، موريا عنده فاكهة الظل، فاكهة الظل، ولكن إيمو سما عندها فاكهة زون أسطورية لمخلوق اسمه إينينرا أو آلهة الدخان والظلام. دخان خلونا نبعده شوية، ممكن ما له علاقة، بس ظلام كل اللي شفناه في فصل اليوم ظلام، ظلام يتحرك. طيب الظلام هناك حق تيتش، تيتش فاكهة الظلام مش زون، احنا نتكلم عن مخلوق خرافي كان يملك عدة عناصر، دخان، ظلام، النار، هواء، أشياء كثيرة. واللي يخدم هذه النظرية أكثر وأكثر يا جماعة، لما ساب وسر عليهم وأطلق النار باتجاه إيمو سما، إيش سوت؟ أكلت النار بالعافية، ولا كأنها صار شيء نار كذا أكلتها، الظلام يمتص أي شيء. عموما كلام جوته كلام، ونظرية ما عندي دعائم قوية لها، ولكن لو طلعت صح بتكون حاجة
دايم. طيب وش سالفة القروسي وتحولهم الغريب؟ والله سؤال، والله سؤال جوة سؤال. أنا أعتقد والله أعلم لما سابوا هجم عليهم على طول فعلوا قوة فواكه الشيطان اللي عندهم، لأننا إحنا نتكلم عن الجروسي مستحيل يموتوا بنفثة نيران. ولاحظوا أن أودا إلى الآن مو راضي يوضح لنا أي شيء داخل غرفة الجروسي أو داخل قاعة العرش الفارغ، كل شيء يظهر جديد يقدمه على شكل أسود في أسود. إيمو سما ما زالت مجهولة الشكل والقوة، وتحول الجيروسي وتفعيل فواكههم برضو ما زال مجهول الشكل. يعني أعتقد والله أعلم بعد فترة ممكن أودا يعيد لنا تقديم هذه الفريمات أو يقدمها من جديد بشكل ملون، ونشوف شكل إيمو سما بشكل مختلف وشكل الجيروسي بعد تحولهم بشكل واضح ومختلف مش بالشكل الأسود هذا. وأعتقد والله أعلم برضو يا جماعة أن أودا خلاهم أو قدمهم لنا باللون الأسود علشان يوهمنا أنه إيمو سما هي اللي حولتهم وجالسة تتحكم فيهم، وهذا وارد برضو أنه إيمو سما ممكن تتحكم بالناس عن طريق ظلال أو عن طريق ظلام أو أيًا كانت القوة اللي عندها. وهالكلام بيصير منطقة أكثر لو فعلا الآلهة إينينرا طلعت مقتبسة أو قوتها موجودة عند إيمو سما. ولكن لو تشوف المنظر، انت شوف الفريم تبع الجيروسي، واضح من منظرهم انهم متحولين الى مخلوقات غريبة، واضح انهم ماكلين فواكه زون اسطورية، واحد كأنه ثور، واحد كأنه طائر، واحد كأنه فيل، واحد كأنه كذا سلايم ولا جيلي ولا ايش كان مدري. ففكرة انه إيمو سما هي اللي حولتهم الى هذه الاشكال واردة، ولكن برضو فكرة انه هم عندهم فواكه وتحولوا الى هذيك الاشكال برضو واردة. واللون الاسود ما هو لونهم الحقيقي، إنما محاولة لإخفاء شكلهم بواسطة أودا وما يبغانا نعرف أشكالهم على طول. بعدين يا ولد سابو قدح عليهم قدحة ما بعدها قدحة. سابو كان ناوي يخلص ون بيس، خلاص ون بيس اليوم كان بيخلص لو سابو قتلهم، أسرع على الجيروسي وسرع على إيمو سما، كان بيخلص ون بيس خلاص، وشال الملك كوبرا على ظهره ويبغى يفقع. ولكن little do you know يا سابو، أنت تتكلم عن أقوى قوة في حكومة العالم، مستحيل تسرع عليهم بنفس نيران زي ما قلنا. حتى سابو انقهر بعد هجوم وكذا، هجم عليهم ذيك القوة بعدين قال أخ تمنيت إني أقتلكم وريح أم العالم منكم، ولكني لم أتوقع وجود جحيم كهذا في الريفري. سابو شاف حاجة إحنا ما شفناها، إحنا شفنا أشياء سودة، سابو شاف أشياء ثانية، شاف رعب، حاجة ما هي سهلة الاستيعاب أبدا. عموما في هذا الفصل برضو تأكدنا إنه سابو كان موجود في الغرفة مثل ما توقعت ومثل ما توقع الكثير. سابو كان يتجسس، وبعد ما قتلوا الملك كوبرا وطلقوا عليه حاول ينقذه، وبالفعل دار حوار بينهم. كل الأشياء هذه ولله الحمد توقعتها وطلعت صح، وبمجرد وقوفه جنب الملك كوبرا صوروه، وقت الملك كوبرا لسه ما مات أصلا ولكن صوروه على إنه ميت، وتم تلفيق الخبر لاحقا على سابو. تدرون وش العجيب؟ كيف سابو هرب؟ كيف سابو قدر يهرب؟ حرفيا اللي صار مع سابو معجزة، والله معجزة. 5 جيروسي وإيمو سما وقدر يهرب، وقدر يهرب حي. أصلا سابو كان بيموت، يعني كان على بعد شوية سنتيمترات السهم ذاك اللي انطلق مرة ثانية وقتل الملك كوبرا. جاء في سابو في هذه المنطقة تقريبا، يعني لو بس جاء هنا كان سابو بحة خلاص، مات كوبرا ومات سابو وانتهت القصة وما حد عرف أي شيء. ولكن يا جماعة سابو الآن عنده رسالة مهمة جدا لازم يوصلها، مش بس للجيش الثوري ودراغون، إنما كمان للوفي ولفيفي ولشعب أرابستا بكبره، ويمكن للعالم كله. الملك كوبرا قبل ما يقوله قال له أخيرا اكتشفت الدرب الذي يجب أن تسلكه مملكة أرابستا. قرأ على سابو جزء من رسالة الملكة ليلي، وكان مكتوب فيها عليكم أن تحموا البونجليف. البونجليف يا جماعة حاجة ثمينة ما فيها كلام، لازم تحموها، فيها كل الفضائح وكل المصائب المستخبية في التاريخ. وارفعوا راية الفجر الجديد للعالم. وانتهت الرسالة بتو توقيع الملكة ليلي، أو بالتحديد الملكة نفرتاري دي ليلي. يه يه يا أود أخ 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 منك يا أود أخ. ولك أن تتخيل الأخبار والمصائب اللي راح ينقلها سابو للجيش الثوري وللعالم وللوفي ولفيفي، ولك أن تتخيل الآن الحرب الكبيرة اللي ممكن تشعلها أرابستا. وأنا آسف يا جماعة بس بعد فصل اليوم أنا آسف لنفسي وآسف لكم وآسف لماجد العامر برضو لأنه يكره النظرية هذه. الآن بعد ما عرفنا قيمة الدي وقوة الدي وخطورتها تجاه حكومة العالم، الآن أنا مع فكرة إنه ممكن الدي يتحدون مستقبلا لا محالة. لا تستغرب لو يوم من الأيام شفت تيتش ولوفي ولاو وساولو وقارب وأي شخص يحمل في اسمه دي راكبين سفينة واحدة ومتجهين يضربون حكومة العالم.
كل شيء وارد. الحمد لله يا جماعة الفجوة اللي في مخي تقفلت بخصوص هروب الأميرة فيفي مع الملك وابل، بالرغم من أنه طريقتها مستفزة صراحة يعني، بس أودا يحب يطقطق كده بين فترة وفترة. وابل كان يطالع من الجدار، ليش في خرم في الجدار الله أعلم، وفي غرفة الجيروسي أو غرفة العرش الفارغ، ولكن كان يطالع، ممكن هو اللي سوى الفتحة ذيك، أكلها بحكم أنه يقدر يأكل أي شيء، وجلس يطالع وبعدين فقع. ولما جاء فاقع فيفي شافته وقالت أوه، ونطت جوة فمه. ليش نطت جوة فمه وكيف نجت داخل فمه وهو يأكل أي شيء أنا ما عارف، بس أوكي. هذه تقاطع بسيط بين المسار الأول والثاني في قصة ون بيس، عادي تمشي الأمور. وبكذا يا جماعة نقدر نعرف، وبناء على أحداث سابقة، وشكرا لصديقي التويتشر الستريمر واليوتيوبر إبرا شانكس على تذكيري بهذا الحدث، في واحد من الفريمات القديمة اتصل الملك وابل على مورغن. احنا ما كنا عارفين وقتها ليش متصل وابل على مورغن، وقال له عندي لك معلومات خطيرة. وابل راهن بهذه المعلومة وقدر انه يهرب مع مورغن، وتخيلوا انه مورغن وبناء على المعلومات اللي اعطاها اياها الملك وابل قرر يغير مقره، مقرنا لازم نغيره يا جماعة، انتهى الموضوع، احنا في يدنا معلومات خطيرة، فيفي هربت عندنا والملك كوبرا قتلوها الجيروسي والعرش الفارغ مش فارغ، معلومات كثيرة عند مورغن الان، الله اعلم متى بيبدا ايش ينشرها. عموما هي وقفت على مورغن، مصائب كثيرة جالسة تصير في العالم، اقسم بالله وصلت لمرحله ما عدني عارف انتظر ايش ولا ايش. كل فصل يضيف حدث ومصيبه جديده بالاضافه الى الاحداث والمصايب القديمه. منك لله يا هودا. في حدث يا جماعه مره عجبني في فصل اليوم، بالرغم من انه مر مرور الكرام تماما، بس تخيلوا انه الادميرال فيجيتورا ما كان يقاتل الثوار في الريفري، لا، لما كان يقول بستدعي نيزك ما كان بيستدعي نيزك على الثوار، كان بيستدعي نيزك علشان يحرر العبيد مع الثوار، يقلع ام القوه والاحترام والتقدير اللي عندك يا شيخ. فيجيتورا كان يساعد الثوار في تهريب العبيد، وهو أدميرال في حكومة العالم، بل إنه دخل في شجار مع الأدميرال ريوغوكو أو ذاك أبو شجرة، الشجرة سيد شجر. وبكذا عزيزي القرصان أحب أقول لك إنه فيجيتورا سهمه ارتفع 500% اليوم عندي، أو بعد هذا الفصل بالتحديد. اللي ما يحب ولا يحترم فيجيتورا أحب أقول لك تراك ما تعرف أي شيء، تراك مضيع، ارجع اقرأ ون بيس وتابعه من جديد. وهنا يا جماعة يذكرنا أودا بأن العدالة نسبية، وإن تطبيقها يختلف من شخص لآخر، تعريفها يختلف من شخص لآخر. ناس تطبقها بالقتل وإخفاء الحقائق والتاريخ، وناس تطبقها باستعباد الناس وتطبيق الطبقية والرأسمالية، وناس تطبقها بالأخلاق والمبادئ الطيبة مثل فيجيتورا والكثير من الشخصيات اللي تسبح في البحر تحت اسم قراصنة، ولكن يحكمهم الخير داخل قلوبهم. فأنت اختار عزيزي الوجيه، إيش العدالة اللي تختارها؟ عدالة إيمو سما، ولا عدالة البحرية الملوثة، ولا عدالة فيجيتورا، ولا عدالة الثوار؟ اختر العدالة اللي تعجبك وصوت لها، وبنشوف مين ينتظر في النهاية. اتوقع بعد هذا الفصل يا جماعة أودا ممكن ياخذنا الى حدث اخر تماما، خلاص ممكن يبدا يودينا للإجهد، ممكن يرجعنا القارب، او حدث جديد الله اعلم، لانه كذا الريفري تقريبا يعني عرفنا اهم المصايب اللي صارت فيه. في النهاية أودا ما يبغى يحرق كل اوراقه، فاهمين علي، اعطانا جرعة طيبة من المعلومات وجرعة طيبة من الاسئلة برضو، ولكن ما زال الوقت مبكر جدا اننا نعرف ايش سالفة إيمو سما وايش سالفة ام الجيروسي. ومعلومة سريعة صراحة اشكر عليها بين ميكر اللي هو احد اعضاء فريق سكوبر جبان على تويتر، فريق جدا رائع صراحة، انصحكم تتابعوهم. ارسل لنا هذه المعلومة واحنا فاتحين البث على تويتش امس. اوكي المعلومة دي ممكن يحللوها الناس بألف طريقة وطريقة، ولكن بالنسبة لي ما راح اقدر احللها ولا عندي وقت اني احللها، ولكن انا بوريكم الفيديو او صورة من المشهد وانتوا احكموا بنفسكم واهبدوا براحتكم. في تريلر بارك يا جماعة في احد المشاهد او الفريمات ظهر ظل كبير من خلف الضباب ووسط البحر، شوف الصورة طالع فيها، تمقل، عب عيونك، املأ عينيك، كحل عيونك، اذا هذا مش إيمو سما، اذا هذا ما هو إيمو سما او قوة إيمو سما انا ما اعرف وش يكون. ظل كبير في عرض البحر وعيونه حمراء، ايش ممكن يكون غير إيمو سما؟ يا جماعة الخير والله العظيم أودا ما هو طبيعي، والله اني ما ندمت في اي يوم على اني اطبل لهذا الانسان، قلتها زمان واكررها مرة ثانية، قلم أودا لو بيع في مزاد والله راح يفلس اللي يراهن او يزايد عليه، كاتب ما هو طبيعي ابدا، جالس يبني عالم كامل متكامل والكمال لله، يكاد يكون خالي من الاخطاء والفجوات، كل فجوة ممكن تلقاها في طريقك إلا ما يعطيك لها جواب ويسدها لك يوما ما، ما في شيء يظهر بشكل عبثي في عالم أودا أبدا، أي شيء ظهر زمان أو ظهر الآن وما نعرف إيش تفسيره راح يفسره لنا يوما ما. أودا يا جماعة أنا أعتقد أنه أفضل كاتب وجد على تاريخ هذه الكرة الأرضية، يا لطيف يا لطيف، حاجة مش معقولة اللي قاعد يسويها أودا وربي.
الثامن يا جماعة، الفصل 1085، 10/10، ما فيها كلام. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لايك الفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، وكل الأشياء هذه ممكن تلاقيها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.